استعداداتنا جيدة لبطولة العالم بكوريا. رجعنا قبل تقريبا 4 أيام من معسكر تدريبي كان مقام في شرم الشيخ. اشترك في منتخب البرتغال والمنتخب المغربي والمنتخب المصري. امتد لمدة 2 أسبوع. إن شاء الله إنه كان معسكر جيد. طبعا هذا الحكي يبين معنا بس نوصل لكوريا إنه المعسكر أثمر ولا ما أثمر. وبرضه طلع معسكر على كوريا لمدة 10 أيام 9 أيام قبل البطولة. إن شاء الله يكون هذا يعني هي أهم وقت بالنسبة ل يعني لقبل البطولة. هذا أهم وقت بندور على تصنيف جيد للاعبين وأداء جيد ومراقبة اللاعبين الثانيين. لا نحكي كأهم بداية عندنا بعد البطولة العالم هي الألعاب الآسيوية. فبنراقب اللاعبين إن شاء الله ونشوف شو بنقدر نعمل لطوكيو. استعداداتنا جيدة بفضل الله. قبل 4 أيام روحنا من معسكر تدريبي في شرم الشيخ، استمر لمدة 2 أسبوع، شارك فيه أكثر من دولة، عملنا فيه خلاله أكثر من لقاء. كان طبعا موجود في المعسكر بطلين أولمبيين، البطل الأولمبي أحمد أبو غوش وصاحبة البرونزية المصرية اللاعبة هداية ملاك. احتكينا، كان احتكاك ممتاز جدا، وفي كان لاعب برتغالي كمان مصنف ثالث على وزنه. هسه كمان ان شاء الله بعد بكره مسافرين على كوريا معسكر تدريبي قبل بطوله العالم مدته 10 أيام، اللي نقدر نوصل في جاهزيه اللاعبين يعني اللي ينزلوا على المباريات ان شاء الله يكونوا جاهزين 100% ان شاء الله.